السيسي يفتتح المشروع القومي للصوب الزراعية ويعلن إنشاء أكبر مزرعة للتمور في العالم. رئيس الوزراء يقول إن الحكومة واجهت التحديات الكبيرة ببرنامج اقتصادي قوي. واشنطن تعلن استقالة مبعوثها الخاص بالتحالف الدولي ضد داعش. انتصف ليل القاهرة. هذا موجز لأهم الأنباء من إكسترا نيوز. أسعد الله أوقاتكم. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الدولة ستواصل مشروع 100,000 فدان صوب زراعية. وفي كلمته خلال افتتاح المشروع القومي للصوب الزراعية بمدينة العاشر من رمضان، أكد الرئيس أن منظومة العمل كانت السبب الرئيس في هذا الإنجاز، مشيرا إلى أن الدولة تتحرك بخطى جيدة وثابتة. وأضاف أن العمل جار على إنشاء أكبر مزرعة للتمور في العالم، لافتا إلى أن المزرعة ستضم 2,500,000 نخلة لأفخر التمور حول العالم. قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن الحكومة واجهت التحديات الكبيرة ببرنامج اقتصادي قوي بالتزامن مع إقرار حزمة من الإصلاحات التشريعية. وخلال كلمته في افتتاح مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الخامس، شدد مدبولي على دور المشروعات القومية الكبرى في توفير البنية التحتية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية. أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه سيلتزم بقرار المحكمة الدستورية الذي دعا إلى حل المجلس التشريعي، مشيرا إلى أنه ستكون هناك انتخابات جديدة خلال 6 أشهر. وأعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره للجهود المصرية الرامية لإنهاء الانقسام الفلسطيني، مؤكدا مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية والتمسك بالقدس عاصمة أبدية للشعب الفلسطيني. أكدت وزارة الخارجية الأمريكية استقالة المبعوث الخاص للتحالف الدولي ضد داعش بريت ماجورك. وذكرت الخارجية أن استقالة ماجورك ستسري اعتبارا من 31 من هذا الشهر. من جانبه أوضح مصدر مطلع أن ماجورك قدم استقالته اعتراضا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب القوات الأمريكية من سوريا، وهو القرار الذي أعقبته أيضا استقالة وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتس. في تركيا تظاهر الآلاف في شوارع مدينة اسطنبول احتجاجا على غلاء المعيشة وارتفاع معدل التضخم في البلاد. ورفع المتظاهرون لافتات تشير إلى تحرك السترات الصفراء في فرنسا. تأتي الاحتجاجات بعد نحو أسبوع من تظاهرة أخرى دعت إليها كونفدرالية نقابات موظفي القطاع العام التي شارك فيها الآلاف احتجاجا على غلاء المعيشة في مدينة ديار بكر ذات الغالبية الكردية جنوب شرقي البلاد. ختام هذا الموجز. دوما تابعوا مزيد من الأخبار من خلال موقعنا الإلكتروني extranews.tv. إلى الملتقى.